متابعينا الكرام، نسير مع الشوط الثالث وهو الثاني، مخصص الابكار الفطامين الصعوبه والمسافه 1200 متر. نتمنى التوفيق للجميع، فخلونا مع الصداره بلبله حمداب بن سعيده بن شيخه الدرعي المركز الثانيه، الحذره محمد بن عبيد بن عليه الدرعي المركز الثالثه، نتابع فيها هناك غيهبان حمداب بن سليمان محمد الدرعي، اما المركز الرابع فنقيد رابع المراكز شاني علي محمد بن ساعد الدرعية. يا سلام، نعود إلى المقدمة، نعود إلى بلبلة حمداب بن سعيدة بن شيخ الدرعية. السلام على الحضور يا راعي بلبلة التي تعمل البلبلة في الشوط. أما المركز الثاني فعندنا هناك غيهبان حمداب بن سليمان بن محمد الدرعية. يا سلام يا بالشتوية. بينما المركز الثالث نتابع فيها التواجد من قبل الحذر محمد بن عبيدة بن علي الدرعي. المركز الرابع الشباب، هناك شبابية علي بن حميدة العفورية. يا سلام، خلونا مع الأول، خلونا مع الصدارة، خلونا مع بلبلة، بلبلة والصدارة، بلبلة والحضور، بلبلة والانفراد. منطلق راس متنهي راس، خذ لفة على المركز الثاني يا عبان حمداب بن سليمان بالشدوي الدرعي. لكن بلبلة انطلقت راس وانهت راس بحضور جدا مميز. سلام والناموس الراعي بلبلة حمداب بن سعيد بن شيخ الدرعي المركز الثانية، غيهبان حمداب بن سليمان بالشدوي الدرعي المركز الثالث. هناك الشبابية علي بن حميد العفاري. التوقيت دقيقة 52 ثانية 47 جزء من الثانية، دقيقة 52 ثانية 47 جزء من الثانية.